أعتقد بأنه لديه العديد من الرصاصات المتبقية في بين يديه، يمكن أن يواصل الحشد بالمئات الآلاف من القوات الروسية. لم يستخدم الكثير من نظم الأسلحة المتقدمة بعد، وطبعا دوما لديه الخيار النووي كذلك. فإذا أي شخص يعتقد بأن الرئيس بوتين قد نفذت خياراته، أعتقد بأنه لا يفهم حقيقة الرئيس بوتين، ولا حتى يفهم إمكانيات الجيش الروسي. بالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واضح جدا الرجل يقول بأننا نريد استرجاع كل المناطق التي تقدمت إليها روسيا بما فيها شبه جزيرة القرم. إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، كر وفر، عمليات في الداخل هنا وهناك، تهديد لكييف، هل تعتقد أن الغرب قد يضغط على زيلينسكي ويقولون له دعونا نوقف هذه الحرب، هنالك مشاكل في النفط خاصة، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم بعدم تصدير النفط إلى الدول التي وضعت سقفا لسعر النفط في مسألة شراء النفط الروسي من مجموعة الدول السبع وكذلك أستراليا ودول أخرى؟ بتقديرك سيدي الكريم، هل تعتقد إن لم يتقدم عسكريا زيلينسكي على الأرض سيضطر للسماع للغرب، أو سيتوقف، أو سيتم الضغط عليه؟ نعم، أعتقد بأن الضغط قد بدأ فعلا في أن يتنامى، ولكن ما لم يذكر على نحو جيد هو أن اجتماع الذي كما ذكر بالستريت جورنال منذ 3 أسابيع، هناك قطاعات قالت بأننا ينبغي أن نغير مفهوم الولايات المتحدة بأنها تدعم الرئيس الأوكراني في استعادة الأراضي التي فقدها منذ عام 2022، ولكن قال إذا رغب الرئيس الأوكراني في أن يستعيد كل الأراضي وكذلك شبه جزيرة القرم بأنه سيكون على المحك. وأعتقد بأن هناك أعتقد بأن هذا يحدو بنا أن نفكر بأن الإدارة الأمريكية تتبع هذا التفكير الآن، فهي ترغب في أن ترى فعلا نهاية لهذه الحرب، ترغب فعلا في أن ترى إما المفاوضات أو المناقشات، ولكنها رغم ذلك لن تقوم بأي أمر ضد الرئيس الأوكراني في هذا الوقت. ولكنني أعتقد إذا تواصلت هذه الحرب فأعتقد بأن الأوروبيين سيضغطون أكثر على الرئيس بايدن من أجل أن يضغط على الرئيس الأوكراني من أجل التفاوض والتسوية، ولكن هذا لا يبدو ممكنا في الوقت الحالي، والرئيس الأوكراني يرغب في أن يواصل هذه الحرب.